لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. قال أبو عبد الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونهم، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال صلى الله عليه وسلم: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال صلى الله عليه وسلم: أرمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله، وهو باب فضل العلم. ذكر العين رحمه الله أن المذكور في الباب السابق هو فضل العلم، والمذكور في هذا الباب أيضا هو العلم، لأن الفتيا من العلم، لأن الفتيا من العلم. أما قوله باب الفتيا، الفتيا بضم الفاء، وإن قلت الفتوى فبفتحها، والمصادر الآتية بوزن فتيا قليلة، كقولهم تقيا هذه مصدر، ورجع أيضا مصدر. أما قوله وهو إشارة إلى المفتي، وهو هنا الذي أجاب السائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقول وهو أي المفتي، ومراده بذلك أن العالم يجيب سؤال الطالب ولو كان راكبا، يجيب سؤال الطالب ولو كان راكبا. أما الفتوى في اللغة فهي اسم مصدر بمعنى الإفتاء، اسم مصدر بمعنى الإفتاء، والجمع الفتاوى والفتاوي، الجمع الفتاوى والفتاوي. يقال أفتيته فتوى وفتيا إذا أجبته عن مسألته، إذا أجبته عن مسألته. والفتيا تبيين المشكل، الفتيا تبيين المشكل من الأحكام. وتفاتوا إلى فلان أي تحاكموا إليه، تفاتوا إلى فلان أي تحاكموا إليه، وارتفعوا إليه في الفتيا. والتفاتي التخاصم، والتفاتي التخاصم. ويقال أفتيت فلانا رؤيا رآها إذا عبرتها، يعني إذا أولت أو فسرت له هذه الرؤيا، إذا عبرتها له. ومنه قوله عز وجل حاكيا: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، أفتوني يعني عبروا لي هذه الرؤيا، ولذلك قال إن كنتم للرؤيا تعبرون. نعم. والاستفتاء مادة السين والتاء لما تدخل على الفعل تفيد الاستدعاء والطلب. والاستفتاء لغة هو طلب الجواب عن الأمر المشكل،
ومنه قوله تعالى ولا تستفت فيهم منهم أحدا، وده عن بقى عدة مين؟ أصحاب الكهف، كانوا كام؟ 4 ولا 6 ولا 7 ولا 8 ولا كذا، يعني العدد لن يقدم ولن يؤخر في المسألة، كويس. واللي حيتكلم في العدد كان كذا ولا كذا، الأمر هي الأحكام والفوائد المأخوذة من قصتهم، ولذا ما فيش عناية كبيرة بإيه؟ بأمر العدد، بأمر الإيه؟ بأمر العدد، لكن العناية بإيه؟ بالفوائد والأحكام المترتبة على هذه القصة، على قصة هذه هؤلاء الفتية، واضح كده؟ فمن باب أنه جهل لا يضر وعلم لا ينفع. العدد إذا كان العدد، الإشكالية في العدد يعني كان 7 أو 8، يتوقف عليه شيء؟ يتوقف عليه فائدة؟ يتوقف عليه حكم؟ يتوقف ولا أي شيء؟ العدد هنا غير ملوش اعتبار، لكن العبرة بإيه؟ بما في قصتهم من الفوائد والحكم والأحكام. نعم. ولا تستفت فيهم، والاستفتاء لغة طلب الجواب، طلب الجواب عن الأمر المشكل، ومنه قوله تعالى ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وقد يكون الاستفتاء بمعنى مجرد السؤال، هو سؤال محض، سؤال إيه؟ سؤال محض. ومنه قوله تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، قال المفسرون أي اسألهم، أي إيه؟ أي اسألهم. نعم. والفتوى في الاصطلاح الشرعي عند علماء الاصطلاح تبيين الحكم الشرعي عن دليل، وحط تحت دليل دي بقى خطوط مهمة جدا. إذن الفتوى لا تنشأ عن إيه؟ عن هوى، لكن لابد منين؟ من دليل، دليل يعني يرد فيه إلى كتاب الله عز وجل، يكون الحكم فيه إما من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع أو قياس جلي أو استصحاب إلى غير ذلك من هذه الأمور، لكن لابد أن يكون منشأه إليه، مرده إليه، إلى دليل. نعم. تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه، وهنا مش لازم أن أنت تقول للمستفتي السائل، مش لازم تقول له الدليل، لكن أنت بتقول له الإيه؟ أنت تقول له الحكم، لكن حكم الذي تقوله وما تفتي به أنت تعلم الدليل، أنت كلامك أنت وفتواك مبناها على الإيه؟ على الدليل، لكن هو لا يلزمه أن أنت تقول له الإيه؟ تقول له الدليل، واضح كده؟ وأحيانا قد تجيب بالدليل عوضا عن الإيه؟ عوضا عن الفتوى، يعني ترد عليه بالإيه؟ بالحديث الذي هو نص في هذه المسألة، بدل الإيه؟ بدل ما تقول له تفعل كذا أو كذا، لكن تجيب له الإيه؟ تجيب له النص، تجيب له الإيه؟ تجيب له النص، عوض عن الإيه؟ عوض عن الجواب. نعم. وحقيقي معنا إن شاء الله عز وجل. طيب. فهو تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه، وهذا يشمل السؤال في الوقائع وغيرها، يشمل السؤال نازلا حادثة حدثت، إيه الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ فالمفتي اللي عنده أدوات الاجتهاد وأدوات الاستنباط حيعمل النظر في كتاب الله عز وجل، في السنة، في الإجماع، في القياس، في الاستصحاب، إلى غير ذلك من هذه الأمور، ويبتدي إيه؟ يقدم فتوى بناء على إيه؟ على هذه الأمور، على هذه الأمور. نعم. والمفتي لغة اسم فاعل أفتى، اسم فاعل أفتى، فمن أفتى مرة فهو مفت، ولكن لا يحمل ذلك على عرف الشرع، يعني إذا واحد اتسأل فأجاب قد إيه؟ قد أفتى، هو مفتي كده، ده من حيث اللغة، لكن هل في حكم الشرع هذا هو المفتي؟ هل في حكم الشرع هو المفتي؟ وإن كان ممكن يكون أجاب تقليدا لغيره، يكون سمع الحكم منين؟ من واحد تاني أو كذا، وواحد بيسأله كذا قال له والله هو كذا الأمر كذا، هو قد أفتى، لكن هل بذلك يكون مفتيا على الحقيقة أو في حكم أو في عرف الشرع هو مفتي بذلك؟ لا. نعم. ولكنه يحمل في العرف الشرعي بمعنى أخص من ذلك. قال الصيرفي هذا الاسم موضوع لمن قام للناس بأمر دينهم، لمن قام للناس بأمر دينهم وعلم جمل عموم القرآن
وخصوصه وخصوصه، يبقى يعرف العام والإيه والخاص، وأن الخاص مقدم على الإيه، مقدم على العام، أو العام يحمل على الخاص. وناسخه ومنسوخه، يبقى عارف الناسخ والإيه والمنسوخ، واضح كده. لذلك علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لما وجد رجلا يعني في المسجد يعظ الناس، فقال له: عرفت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: ضللت وأضللت. إزاي تتكلم وأنت مش عارف الأحكام المنسوخة والأحكام الناسخة؟ إيه هو الناسخ وإيه هو المنسوخ؟ وهل والناسخ والمنسوخ مش الكتاب بس، مش القرآن بس، ولكن في القرآن وفي السنة كذلك، واضح كده؟ يبقى إزاي تتكلم في أمر الدين وأنت مش عارف إيه، وأنت مش عارف أصول الأحكام، وأنت مش عارف أصول الإيه، أصول الأحكام. نعم. وكذلك السنن والاستنباط، ولم يوضع لمن علم مسألة وأدرك حقيقتها. يبقى مش اللي عرف مسألة أو عرف جواب مسألة أو عرف دليل مسألة بدأ إيه؟ يبقى ده مفتي، يبقى ده هو الإيه؟ المفتي. نعم. فمن بلغ هذه المرتبة سموه بهذا الاسم، ومن استحقه أفتى فيما استفتي فيه. اللي يستحق هذا الاسم وهذا اللقب هو ده اللي له حق أن إيه؟ أن يفتي الناس، أن يفتي الناس. أما قوله على الدابة، الدابة اسم لكل من مشي على الأرض، لكل من مشى على الإيه؟ لكل من دب، كل من مشى على الأرض، ذكرا كان أو أنثى، عاقلا أو غير عاقل، لكنه غلب على غير العاقل، غلب على الإيه؟ على غير العاقل. وفي العرف هو ما يركب، وتطلق الدب على إيه؟ على ما يركب. وهو المراد بهذه الترجمة، وهو المراد بهذه الترجمة. يقال دب يدب دبا ودبيبا، مشى مشيا رويدا، يعني مشى إيه؟ هوينا. نعم. فإن قيل ليس في سياق الحديث ذكر الركوب، يبقى أنت دلوقتي الكلام دلوقتي على إيه؟ الفتي هو واقف على الدب. طيب في الحديث اللي احنا ذكرناه، اللي احنا قريناه دلوقتي، قرينا المتن بتاعه دلوقتي، في أي إشارة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب وهو راكب على دابته أو على ناقته؟ مفيش. والمفروض يكون في علاقة بين الترجمة وبين الإيه؟ وبين المتن، علشان يصح الإيه؟ تصح الترجمة، تصح الإيه؟ الترجمة. وإحنا قلنا أن دائما أبدا الإمام البخاري يؤثر الخفي على الجلي، عشان يخليك أنت إيه؟ تشتغل، تدور يا ترى المناسبة ديت فين؟ يوم يخليك تدور في الأبواب اللي هو إيه؟ ذكر فيها هذا الحديث، أو الكتب اللي ذكر فيها هذا الحديث، لعلك تجد الإيه؟ تجد المناسبة، تجد الإيه؟ هذه المناسبة. طب وجدت ولا لم توجد؟ وجدت. نعم. فإن قيل ليس في سياق الحديث ذكر الركوب، فالجواب أنه أحال به على الطريق الأخرى التي أوردها في كتاب الحج. يبقى يقول لك إيه؟ خلي بالك ما تبصش كده وتكون قاصر النظرة في اللي قدامك، لكن عليك أنت إيه؟ تبحث، عليك أنت إيه؟ تبحث. أوردها في كتاب الحج، فقال كان على ناقته، وترجم له هناك باب الفتية على الدابة عند الجمرة، عند الجمرة. فأورد الحديث فقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب، فذكره كالذي هنا، نفس الحديث اللي معانا هنا. ثم ساق هذا الحديث من طريق ابن جريج برضو في كتاب الحج نحوه، ثم من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب بلفظ وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته. يبقى جابه ولا ما جابهوش؟ جابه، وما جابش غير هي الحتة دي في الحديث كله، ما ذكرش غير إيه؟ غير اكتفى بهذا الأمر. قال فذكر الحديث ولم يسق لفظه، ما جابش بقية الإيه؟ الحديث، لكن جاب بس عوضا عنه إيه؟ فذكر الحديث. طب ما أنت عندك الحديث تقدم، تقدم في العلم وفي الـ الأبواب أو في الأحاديث السابقة في نفس كتاب الحج، لكن هو جابه ليه بس؟ عشان حتة على إيه؟ على ناقتي، عشان يبين لك المناسبة، والمناسبة بين الترجمة وبين الإيه؟ وبين الحديث، هو عايز بس الجزئية ديت، واضح كده؟ فالجزئية اللي فيها الفائدة هو اللي إيه؟ أخرجها من الحديث ولم يذكر بقية الإيه؟ الحديث، لأنه تقدم معه، لأنه تقدم إيه؟ تقدم معه. وقال بعده تابعه معمر عن الزهري، تابعه معمر عن الزهري، يعني أنت عايز بقى تدور على بقية الحديث دوت،
يبقى هتدور عليه من رواية مين؟ من رواية معمر عن مين؟ عن الزهري. طب ورواية معمر عن الزهري دي فين؟ دي عند الإمام مسلم في صحيح، عند الإمام مسلم في صحيحه، ولفظها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة بمنن، على ناقة بإيه؟ بمنن. وجايب الإباء الإمام مسلم جايب الحديث من طريق معمر رحمه الله تبارك وتعالى. شفت بقى الإمام البخاري عايزك إيه؟ عايزك تشتغل. يبقى الترجمة مناسبة أو الحديث مناسب للترجمة ولا لا؟ مناسب للترجمة، واضح كده؟ وإن لم يكن في ذات الإيه؟ في ذات المتن، لكن موجود في إيه؟ نعم. طيب، رجال هذا الإسناد خمسة. إسماعيل، هو إسماعيل ابن أبي أويس عبد الله الأصبحي المدني، صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه. وتكلمنا على إسماعيل ابن أبي أويس وكلام بعض أهل العلم في أمر إسماعيل ابن أبي أويس والرد على الكلام عليه، وإزاي الإمام البخاري لما ذهب إلى إسماعيل أن إسماعيل أخرج إليه أصوله وقال علم لي، أنت اللي تقول لي على الأحاديث الصحيحة أو الأحاديث اللي أرويها والتي لا أرويها. إذن انتقى منين؟ انتقى من أصوله انتقاء رحمه الله تبارك وتعالى. قال صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، حدث عنه البخاري ومسلم ثم مسلم وأبو داود والترمذي والقزويني ابن ماجة بواسطة، وتوفي سنة 226 من الهجرة. الثاني الإمام مالك ابن أنس ابن مالك المدني الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين رحمه الله تعالى، توفي سنة 179 من الهجرة، تقدم معنا أيضا. الثالث هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري المدني، إمام علم متفق على جلالته وإتقانه، تقدم معنا أكثر من مرة، توفي سنة 125 من الهجرة، وهو عداد في صغار التابعين. الرابع عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله أبو محمد القرشي التيمي المدني، ثقة فاضل أخرج له الجماعة، وكان من الحلماء الأشراف والعلماء الثقات، وفد على معاوية رضي الله عنه وعاش إلى حدود سنة 100. أما الصحابي فهو عبد الله بن عمرو ابن العاص، ويجوز العاصي، العاص والإيه والعاصي كلاهما إيه؟ كلاهما صحيح. نعم، ابن وائل السهمي الإمام الحبر العابد، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه، فهو صحابي ابن إيه؟ ابن صحابي. نعم، أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن، أمه رائطة، وممكن رائطة يعني على بيقلب الهمزة إلى إياء، رائطة بنت الحجاج ابن منبه السهمية، وليس أبوه عمرو أكبر منه إلا بإحدى عشرة سنة، بينه وبين أبوه في السن كام؟ 11 سنة أو نحوها، وكان قد أسلم قبل أبيه، ولذلك أحيانا بيحصل خلط بين عبد الله بن عمر وبين عبد الله بن عمرو، فخطأ من يقول أن عبد الله بن عمر أسلم قبل عمر رضي الله عنهم جميعا، واضح كده، لكن الذي أسلم قبل أبيه هو عبد الله ابن عمرو، دول من العبادلة، اللي أسلم قبل أبيه من العبادلة الأربعة هو مين؟ عبد الله ابن عمرو، عبد الله ابن عمرو. نعم، يقال كان اسمه العاص أو العاصي، فلما أسلم غيره النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله، وده من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير الأسماء اللي ممكن يكون في ظاهرها حزونة وشدة وكذا وكذا، إلى أسماء إلى أسماء طيبة، فمثلا الحزن أو كذا يبقى سهل، مش كده؟ وهكذا. ولذلك سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى سيد التابعين، جده المسيب ابن حزن لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح فبيقول له من أنت، فبيعرفه بنفسه، فلما جاء حزن دوت اللي هو الشدة والصعوبة يعني قال بل أنت إيه؟ بل أنت سهل. قال لا، السهل يوطأ، السهل إيه؟ يوطأ، مش يقول لك كده، يقول لك كن صقر وإلا يأكلك الحمام، لازم تبقى صقر، لازم أنت اللي تأكل، لازم أنت اللي تفترس. فقال له لا، السهل حيتركب ما كده. يقول سعيد فما زالت فينا حزونة، فزالت فينا إيه؟ شدة،
عشان لم شفت بقى المسألة لأنه لم يقبل به. نعم، وحيجي معنا يعني مناسبات في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى في تغيير الإيه، في تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأسماء، وخاصة الأسماء التي كانت تنسب إلى آلهة الجاهلية، آلهة الكفار والعياذ بالله تبارك وتعالى، فكان يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم كما مع عبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة الذين أسلموا. نعم، وأيضا الصحابيات أيضا غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء النساء كعصية كانت جميلة وغير ذلك. نعم، له رضي الله تبارك وتعالى عنه مناقب وفضائل ومقام راسخ في العلم والعمل، حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا جما مباركا فيه، بلغ ما أسنده 722 حديث، اتفق له البخاري ومسلم على 17، وانفرد البخاري بثمان أحاديث، وانفرد مسلم بعشرين حديث. واضح كده؟ وطبعا في أسباب حتأتي معنا إن شاء الله لقلة مرويات عبد الله بن عمرو، رغم أنه بنص حديث أبي هريرة ما أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وحنتكلم بقى على الإيه؟ على الاستثناء دوت، هل هو استثناء منقطع ولا استثناء إيه؟ متصل، منفصل ولا متصل يعني، والكلام عليها وإزاي لم يكن يعني لم تكثر الرواية عن عبد الله بن عمرو وكذا، حنشوف الأسباب عندها إن شاء الله. نعم، كتب الكثير بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وترخيصه له في الكتابة بعد كراهيته للصحابة أن يكتبوا عنه صلى الله عليه وسلم سوى القرآن، وسوغ ذلك صلى الله عليه وسلم، ثم انعقد الإجماع بعد اختلاف الصحابة رضي الله عنهم على الجواز والاستحباب لتقييد العلم بالكتابة، والظاهر أن النهي كان أولاً لتتوفر هممهم إلى القرآن وحده، علشان بس إيه؟ يقدموا على إيه؟ على كتاب الله عز وجل، على القرآن، وليمتاز القرآن بالكتابة عما سواه من السنن النبوية، على أساس إن حتى حديث العهد بالإسلام ما يختلطش عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالقرآن. نعم، فيؤمن اللبس، فلما زال المحظور واللبس ووضح أن القرآن لا يشتبه بكلام الناس أذن في كتابة العلم، أذن في كتابة الإيه؟ أذن في كتابة العلم. قال ابن القيم رحمه الله: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الكتابة والإذن فيها، والإذن متأخر فيكون ناسخا، يعني الناسخ لازم يكون متأخر عن الإيه؟ عن المنسوخ، عن الإيه؟ عن المنسوخ، عشان يبقى نحكم بالإيه؟ نحكم بالنسخ، لازم يكون في تراخي. نعم، لحديث النهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزاة الفتح: اكتبوا لأبي شاهن، اكتبوا لأبي إيه؟ لأبي شاهن. وكان المنع من الكتابة متقدم جدا، واضح جدا كان إيه متقدم، وده في إيه؟ في خطبة، الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. فالنبي صفى أبو شاه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أريد هذه الخطبة اكتبها لي. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. يبقى كان في نهي ومتقدم كويس، وأدي دلوقتي إباحة، وأدي إباحة، فالإباحة بعد النهي تفيد الإيه؟ تفيد النسخ. نعم، هذا الحديث حديث متفق عليه، يعني خطبته التي سأل أبو شاه كتابتها وأذن لعبد الله بن عمرو في الكتابة، وحديثه متأخر عن النهي، لأن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لم يزل يكتب ومات وعنده كتابته، وعنده كتابته، وهي الصحيفة التي كان يسميها الصادقة، كان يسميها الصادقة لأنها كلها أحاديث اللي خد عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وحديثه متأخر عن النهي، كان يسميها الصادقة، ولو كان النهي عن الكتابة متأخرا لمحاها عبد الله بن عمرو، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن أي حد كتب عنه حاجة غير القرآن أن يمحوها، فلما لم يمحوها عبد الله بن عمرو لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمحو ما كتب عنه غير القرآن، فلما لم يمحوها وأثبتها دل على أن الإذن في الكتابة متأخر عن النهي عنها، وهذا واضح والحمد لله رب العالمين. يبقى كده الإيه؟ كان فيه حظر وجاء بعد الحظر إيه؟ إذن، وهذا يدل على الإيه؟ يدل على النسخ. قال الإمام أحمد
رحمه الله مات عبد الله رضي الله تعالى عنه ليالي الحرة سنة 63 من الهجرة. لطائف هذا الإسناد، أولا هو من خمسيات المصنف رحمه الله تعالى أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخه فما أخرج له أبو عبد الرحمن النسائي. كذلك هذا الإسناد كله مسلسل بالمدنيين، فالإسناد من أوله إلى آخره مدني. كذلك أن فيه رواية تابعي عن تابعي ابن شهاب الزهري عن عيسى ابن طلحة. كذلك أن صحابيه ابن صحابي رضي الله عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة. أيضا أن هذا أول محل ذكر عيسى بن طلحة في الصحيح. كذلك أن هذا الإسناد ليس فيه إلا التحديث والعنعنة، لكن جاء في كتاب الحج من طريق صالح ابن كيسان يعني عن ابن شهاب الزهري أنه قال حدثني عيسى ابن طلحة، قال حدثني عيسى ابن طلحة. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، فحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما هذا أخرجه الإمام البخاري هنا في كتاب العلم في موضعين، فأخرجه هنا في باب الفتية على الدابة عن مالك عن الزهري، وأخرجه في باب السؤال والفتية عند رمي الجمار، عند رمي الجمار عن عبد العزيز بن أبي سلمة المجشون عن الزهري، وأخرجه في كتاب الحج باب الفتية على الدابة عند الجمرة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة، وقال أيضا حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جري قال حدثنا الزهري عن عيسى بن طلحة نحوه، وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه قال حدثني عيسى ابن طلحة. وأخرجه في كتاب الأيمان والنذور قال حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه عن ابن جريج أنه قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة نحوه. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما متفق عليه، فقد أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحج. هذا الحديث أيضا أخرجه أبو داود في كتاب المناسك والترمذي في الحج وابن ماجه في المناسك، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى. شرح هذا الحديث قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف أي على ناقته كما في رواية صالح بن كيسان عن الزهري عند البخاري، ورواية يونس ومعمر عن الزهري عند الإمام مسلم اللي احنا ذكرناها على إيه؟ على ناقته. في حجة الوداع بمنا للناس أي لأجل الناس، وفي هذه الرواية تعيين مكان الوقوف وهو منا، تعيين مكان الوقوف وهو إيه؟ وهو منا. نعم. وفي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عند المصنف في العلم عند الجمرة، والجمرة هي أول منا، الجمرة هي أول إيه؟ هي أول منا، لكنه لم يعين اليوم، وقد عين اليوم في رواية ابن جريج في الحج بلفظ أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر. يبقى لازم تجمع الإيه؟ الروايات كلها. يبقى كان فين الخطبة ديت، أو كان بيفتي الناس فين، أو بيجيب الناس فين صلى الله عليه وسلم؟ بمنن. طب عند أي موضع في منن جاءت رواية تانية قالت عند الجمرة، والجمرة لا تكون إلا عند إيه؟ في منن. طيب والحاجة التانية أي يوم هو؟ فكان يوم الإيه؟ يوم النحر. فكان يوم الإيه؟ يوم النحر. نعم. يسألونه في محل نصب على الحال من الضمير الذي فيه وقف أو من الناس، أي وقف صلى الله عليه وسلم للناس حال كونهم سائلين له صلى الله عليه وسلم عن أمور الإيه؟ عن أمور الحج، عن أمور الحج وعن أمور التي وقعت لهم أو وقعت منهم في هذا الحج أو في هذه الحجة. أو هو استئناف بياني، استئناف يعني فصل بين ما قبله واللي بعده، ده جملة إيه؟ جملة جديدة. أو هو استئناف بياني، فكأنه قيل للصحابي يعني التابعي بيسأل الصحابي ما سبب وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابه يسألونه أنه وقف صلى الله عليه وسلم للناس كي إيه؟ كي يسألونه صلى الله عليه وسلم. فجاءه رجل قال الحافظ رحمه الله لم أعرف اسم هذا السائل ولا الذي بعده في قوله فجاء آخر، يبقى واحد سأل وجاء منه كمان واحد سأل إلى غير ذلك، كثر
الناس الذين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وده من حرصهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الناس يؤذنون في القبائل. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للإيه؟ خارج للحج عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني، خذوا إيه؟ خذوا عني صلى الله عليه وسلم لعل لا ألقاكم بعد حجتي صلى الله عليه وسلم هذه. واضح كده؟ يبقى كان الأمة كانت حريصة كلها على أنها تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لكي تتعلم المناسك، لكي تتعلم المناسك. نعم. والظاهر أن الصحابي لم يسمى، أن الصحابي لم يسمى أحدا لكثرة من سأل إذ ذاك. وقال في موضع آخر: لم أقف على اسم هذا السائل بعد البحث الشديد، ولا على اسم أحد ممن سأل في هذه القصة، وكانوا جماعة. لكن جاء في حديث أسامة ابن شريك الثعلبي، ده صحابي روى له أصحاب السنن الأربعة فقط، عند الطحاوي وغيره، كان الأعراب يسألونه، كان الأعراب يسألونه. طالما الأعراب يبقى عبد الله بن عمرو ما يعرفهمش، يجهل يجهل الأسماء. واضح كده؟ طيب. فكان هذا هو السبب في عدم ضبط أسمائهم. دي مسألة، وممكن برضو يقال إن كان في عناية لعبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما، كانت عنايته متوجهة إلى السؤال والجواب دون العناية بالأشخاص. أنا مش مشكلة عندي مين اللي سأل ومين اللي ما سألش، لكن أنا عايز أخد اللي حيقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ندل الحكم الشرعي اللي يعنيه. فالعناية هنا فلما يبقى فيه كثرة السؤال وكده، العناية من الصحابة العناية من الصحابة بالسؤال نفسه، سأل في وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأن هو ده الشرع، فهو عايز يتعلم الأحكام وعايز يتعلم الشرع. فتبقى العناية هنا بمعرفة الأحكام الشرعية دون دون الأسماء. وده تجد كثير، يعني مثلا في الصلاة التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فتجد في رواية أبي هريرة مرة تيجي الظهر ومرة تيجي العصر، مش كده؟ تيجي مرة الظهر في الروايات، هتيجي معنا إن شاء الله، تيجي مرة الظهر ومرة ومرة العصر. واضح كده؟ ويجي مرة يقول لك وأنا نسيت صلى صلاة وأنا بس نسيت الصلاة. واضح كده؟ طب إيه حكاية إن الصلاة نساها يعني؟ طب هي تفرق معنا السهو، يفرق حكمه من فجر الظهر العصر المغرب العشاء، ولا الحكم حيبقى أنا اللي يهمني عناية الصحابي، مش مشكلة الصلاة، التعيين اسم الصلاة، لكن المهم عندي هو ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقع له السهو، هو ده الحكم اللي يهمني. لكن الصلاة ما السهو حيبقى حكمه في أي في أي صلاة، سواء كانت فرضا أو نفلا، هيبقى هو الحكم. فأنا ما يعنينيش إيه الصلاة، اسم الصلاة أو أيا كان أحد الفروض الخمسة في هذا الأمر، لكن اللي يعنيني الحكم نفسه، الحكم نفسه. ومن هنا اختلفت الرواية عن الصحابي في بقى ظهر ولا عصر ولا كذا ولا كذا، لأن العناية بتاعته متوجهة إلى إلى معرفة الحكم الشرعي. وكذلك ممكن يكون عرف الأعراب، لكن ممكن يكون عرف منهم وحد منهم من الأعراب دول، وممكن يكون سأل مثلا عن اسمه بعد ذلك، لكن مش هي دي العناية بالاسم، لكن العناية العناية بمعرفة الأحكام الشرعية، هو ده اللي فيتجه ان كان في اعراب، وبالتالي هو ما يعرفهمش لكثره الاعراب مثلا وكثره المسائل اللي سالوها للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان اجتهاده وهمته منصرفه الى الى معرفه الاحكام الشرعيه التي سيبينها النبي صلى الله عليه وسلم. يمشي ده ويمشي ده، والاثنين والاثنين يمشوا مع بعض، والاثنين يمشوا مع بعض. نعم. فقال أي هذا الرجل السائل: لم أشعر بضم العين من باب نصر، أي لم أفطن، يقال شعرت بالشيء شعورا إذا فطنت له. قيل: وعلى هذا يكون مؤد الاعتذار النسيان. أنا ليه بعتذر؟ لأن أنا أتهى عن بالي، نسيت أنا نسيت. طيب. قال الباجي: يحتمل أن يريد به نسيت فقدمت الحلقة، أنا نسيت فحصل مني أن أنا قدمت قدمت الحلق، قدمت الحلق. طيب. وقيل الشعور العلم، الشعور العلم. وعلى هذا المعنى لم أعلم المسألة قبل هذا، أنا ما أعرفش الحكم قبل
ما اعرفش السنه اللي تتبع قبل ايه؟ قبل هذا، فبالتالي انا ايه؟ فعلت كذا قبل ايه؟ قبل كذا. نعم. ويؤيده روايه يونس عند الامام مسلم في صحيحه بلفظ: اني لم اكن اشعر ان الرمي قبل النحر فنحرت قبل الرمي. اني لم اكن اشعر، يعني لم اكن ايه؟ لم اكن اعلم ان ده ان الرمي قبل الايه؟ قبل النحر. واضح كده؟ نعم. فبينت روايه يونس، او بين يونس، فبين يونس متعلق الشعور اي العلم، ان المتعلق بهذا الامر هو الايه؟ هو العلم. لم اشعر اي لم اعلم. ولم يفصح مالك في روايته. يبقى علشان برضو تعرف المعنى المراد لازم تجمع الايه؟ تجمع الروايات. نعم. والى الاحتمالين معا اشار الامام البخاري اذ ترجم على حديث ابن عباس. خلي بالك حديث مين؟ ابن عباس. احنا بنتكلم على حديث مين؟ عبد الله بن عمرو. طب ايه المسألة دي؟ شوف بقى: باب اذا رمى بعدما امسى او حلق قبل ان يذبح ناسيا او جاهلا. ناسيا او ايه؟ ناسيا يبقى ده عن ذهول، وجاهلا يبقى لم يعرف الايه؟ لم يعلم الحكم، لم يعلم الايه؟ الترتيب. واضح كده؟ طيب. قال العيني: فان قلت قيد في الترجمة كونه ناسيا او جاهلا وليس في الحديث ذلك، وليس في الحديث ذلك، مش موجود في الحديث ان كان ايه؟ نسيان او جهل. طيب. فالجواب: جاء حديث عبد الله بن عمرو بذلك، وهو قوله لم اشعر الحديث، فان عدم الشعور اعم من ان يكون بجهل او نسيان. يبقى ممكن لم اشعر يعني عن ايه؟ عن ذهول، يبقى ده نسيان. ولم اشعر لم ايه؟ لم اعلم، يبقى عن جهل. يبقى تيجي كده وتيجي ايه؟ وتيجي كده. طيب. فكانه اشار الى ذلك، لأن أصل الحديث واحد وإن كان المخرج متعددا. يبقى هو جاب حديث ابن عباس وترجم عليه بهذه الترجمة، لكن مراده تأخذه منين؟ من حديث عبد الله بن عمرو. طب إزاي هنا؟ ده صحابي وده صحابي. أيوة، لكن كان الاثنين كانوا فين؟ في حجة الإيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة بعد الإيه؟ بعد الهجرة. بعد الهجرة لم يحج صلى الله عليه وسلم إلا إيه؟ إلا حجة واحدة عليه الصلاة والسلام. أما قبل الهجرة فكان يحج صلى الله عليه وسلم ويخرج للناس في الحج إلى غير ذلك، كما في حديث جبير بن مطعم بن عدي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقف مع الناس، وهو من قريش، ولكن كان يقف مع الناس في عرفة، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. نعم. وبالاحتمالين معه فسره القاري حيث قال: لم أشعر أي ما عرفت تقديم بعض المناسك وتأخيرها فيكون جاهلا لقرب وجوب الحج، أو فعلت ما ذكرت من غير شعور عن نسيان لكثرة الاشتغال فيكون بذلك مخطئا. يبقى ممكن جهل وممكن إيه؟ وممكن نسيان. طيب. فحلقت أي شعر رأسي، فحلقت أي شعر رأسي قبل أن أذبح، يعني الهدية، والفأها هنا فاء السببية، جعل الحلقة مسببا عن عدم الشعور، كأنه يعتذر لتقصيره في الترتيب، كأنه يعتذر النبي صلى الله عليه وسلم في تقصيره في الأخذ بإيه؟ بالترتيب الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: اذبح، يعني الآن، مش أنت عملت كده، اذبح الآن، اذبح الآن. ولا حرج. الحرج يطلق ويراد به الشدة، ويطلق ويراد به الشدة والضيق، ويراد أيضا به الإثم، ويراد به الحرام. يبقى يراد به الإيه؟ الحرج. يطلق ويراد به الشدة والضيق، ويراد به الإثم، ويراد به الإيه؟ الحرام، المحرم يعني. نعم. فمن الحرج بمعنى الضيق قوله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. يبقى الشرع كله إيه؟ مبناه على الإيه؟ على السهولة واليسر. يبقى الشريعة أحكامها إيه؟ ميسرة. واضح كده؟ ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش شدة، ما فيهاش ضيق. واضح كده؟ طيب. وقوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، ضيق، مما قضيت، ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. ومن الحرج بمعنى الإثم قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، أي إثم، إذا نصحوا لله ورسوله. إذا نصحوا لله وإيه؟ ورسوله. ما عليهمش إيه؟ ما عليهمش إثم، ليس عليهم جناح. طيب. والحرج يأتي أيضا بمعنى الحرام
كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحرج، يعني أحرم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. اليتيم والإيه؟ والمرأة. واضح كده؟ يبقى هنا المعنى إيه؟ أحرج يعني إيه؟ أحرم. نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه بسند حسن. الأعمال التي يقوم بها الحاج في يوم النحر 4 أشياء. كم حاجة؟ يوم النحر يعني بعد ما يصلي الفجر على أول الوقت في المشعر الحرام في المزدلفة، هيطلع بعد كده إلى الإيه؟ يتقدم إلى منى، هيعمل إيه؟ 4 أشياء. واضح كده؟ طيب، على الترتيب، أولا رمي الجمرة، رمي إيه؟ جمرة العقبة الكبرى، ثم بعد ذلك نحر الهدي، ثم بعد ذلك نحر الإيه؟ نحر الهدي، ثم بعد ذلك الحلق، ثم بعد ذلك الإيه؟ الحلق، ثم بعد ذلك طواف الإفاضة. طواف الإيه؟ الإفاضة. ويبقى كده تحلل بالطواف إيه؟ التحلل الإيه؟ الأكبر، التحلل الأكبر. واضح كده؟ طيب، يبقى دي الأعمال بتاعت يوم النحر اللي بيعملها الحج إيه؟ على الترتيب. والسنة ترتيبها هكذا، فيكون المعنى لا ضيق عليك ولا شيء عليك مطلقا من الإثم. يبقى رفع عنه الإيه؟ يبقى الحرج هنا رفع عنه إيه؟ رفع عنه الضيق، الشدة يعني، ورفع عنه أيضا الإيه؟ الإثم، ورفع عنه المؤاخذة. نعم، ولا شيء عليك مطلقا من الإثم، لا في الترتيب ولا في ترك الفدية، هذا ظاهر، يعني معلكش إيه؟ معلكش دم، معلكش دم. نعم، وقال بعض الفقهاء المراد نفي الإثم فقط، نفي الإيه؟ نفي الإثم فقط، يعني إيه؟ معلوش مؤاخذة لكن عليه إيه؟ عليه دم، عليه فدية. نعم، ومن ثم قال بوجوب الدم لترك الترتيب، لترك الإيه؟ لترك الترتيب، بناء على إن الترتيب هيكون إيه؟ واجب، ويبقى هو كده ترك واجبا، يوم يجبره بإيه؟ يجبره بدم، يجبره بدم. طيب، وهذا فيه نظر، لأن في بعض الروايات الصحيحة ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بكفارة، ما أمرش بإيه؟ ما أمرش بفدية، ما أمرش بفدية صلى الله عليه وسلم. وقال السندي في حاشية ابن ماجة: معناه عند الجمهور أنه لا إثم ولا دم، ومن أوجب الدم حمله على رفع الإثم وهو بعيد، إذ الظاهر عموم النفي لحرج الدنيا وحرج الآخرة. وأيضا لو كان دم لبينه صلى الله عليه وسلم، إذ ترك البيان أو تأخيره عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا إيه؟ لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم، وهو في ذلك يقرر عليه الصلاة والسلام ويعلم الأمة أمر إيه؟ أمر مناسكها، أمر مناسكها، وهو القائل خذوا عني فألقاكم بعد حجتي هذه. يبقى مش ممكن أمر زي دوت يكون فيه حاجة والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يتركه بلا بيان عليه الصلاة والسلام، ويترك الأمة من بعده إيه؟ إنها إيه؟ تتخبط في بينها ماذا؟ هذا محال في أمر الإيه؟ في أمر الشريعة، هذا محال في أمر الشريعة وفي حقه صلى الله عليه وسلم. نعم، فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت، لم أشعر فإيه؟ فنحرت. نحر البعير طعنه في نحره، طعنه في إيه؟ طعنه في نحره، وهو أعلى الصدر، أعلى صدر البعير، حيث تكون القلادة، السلسلة يعني، أو الحاجة اللي إيه؟ بتبقى محطوطة في رقبة البعير، حيث تكون القلادة منه. وأن المختص بالنحر من الحيوانات هو الإبل عند الجمهور، ولذلك ابن عمر لما وجد رجلا أناخ الناقة، نيم الناقة أو نيم البعير بتاعه، عتب عليه وقال: أرسلها قياما معكوفة اليد اليسرى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. دي السنة. يبقى البحير، البعير، الناقة، الجمال يعني، واضح كده، ذكرا أو أنثى أو من الإبل، إنها إيه؟ تكون واقفة ويجي على الإيد يعني اللي هي القدم اليسرى، جاي إيه؟ رابطة، يبقى واقف على 3 قوائم، ومجيب الآلة اللي هيستخدمها في هذا الأمر، حربة أو سكينة، أيا ما كان من أدوات الذبح المشروعة يعني، ومجي طعنه في النحر، في نحره. واضح كده؟ طعنه في نحر. لكن طيب لو واحد أم منيمها زي الحاجات كده، أم ذابح، يكون فائت للإيه؟ فائت للأفضل والأولى، لكن يصح ولا ما يصحش؟ صح
الهدي بتاعه أو صحة الأضحية بتاعته إلى غير ذلك من هذه. لكن الملول الأولى هو اتباع الإيه؟ اتباع السنة، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمر عبد الله بن عمر الفاعل لذلك أنه إيه؟ ابعثها قياما وأربط أعكف رجلها ديت سنة نبيك أو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى النحر مختص بالإيه؟ مختص بالإبل، مختص بالإيه؟ بالإبل. طيب قبل أن أرمي يعني جمرة العقبة، قال أرمي أي الآن ولا حرج عليك في ذلك. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر، أي عن شيء قدم والسنة فيه التأخير، والسنة فيه الإيه؟ التأخير، ولا عن شيء أخر والسنة فيه أن يقدم، السنة فيه التقديم، إلا قال صلى الله عليه وسلم افعل، أي الآن ما بقي عليك من النسك وقد أجزأك ما فعلت، ولا حرج عليك أي في التقديم وفي التأخير، لا حرج عليك في التقديم ولا في الإيه؟ ولا في التأخير. طيب فوائد هذا الحديث: أولا فيه جواز الفتية من العالم وهو قاعد على دبته، ماشي كده، وهنا نقول وهو راكب، راكب في السيارة، راكب في الحاجة بتاعته، كل هذا إيه؟ كل هذا جائز، كل هذا جائز. خدنا ده منين؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان الدب خدناه من حديثه فين؟ حديث صالح بن إيه؟ ابن كيسان، وتابعه مين؟ معمر. طيب الثاني بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الاهتمام بتعليم الأمة أمور دينها، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إيه؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وإنكم مسؤولون إيه؟ عني، مش كده؟ ألا قد بلغت؟ اللهم إيه؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد صلى الله عليه وسلم. نعم كذلك فيه يسر الشريعة وسهولة أحكامها، حيث سامحت في تقديم وتأخير أعمال يوم النحر، حيث سامحت في تأخير وتقديم أعمال يوم الإيه؟ يوم النحر، ذلك من باب التخفيف، خاصة ممكن يكون مع الزحام الشريف في هذه الأيام وكثرة الزوار، كثرة الحجيج إلى غير ذلك، فسمحت الشريعة في تقديم وتأخير أعمال يوم الإيه؟ يوم النحر، يوم النحر. نعم كذلك أنه ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام دينه بسؤال أهل العلم، ما تعملش أنت من نفسك، ماشي كده، ما تعملش انت ايه من نفسك، في امور ماشي فيها مسامحه، لكن في امور تانية ما فيهاش ايه تقسم، ما فيهاش مسامحه، ما ينفعش تقول ما كنتش اعرف اصلا عملت كده، لا عليك ان انت ايه لابد واضح كده، يبقى لابد انت ايه داخل على شيء قبل ما تدخل، لازم تعرف الاحكام، يبقى طالع تحج، طالع تعمل عمره، لازم تعرف الاحرام هتحرم منين، لازم تعرف الميقات، إذا حازيته جوا، وإحنا بنقول حكم الهواء له حكم الإيه؟ له حكم القرار، له حكم الأرض، يعني ما تحته، ماشي كده، من البحر، من البر، أو كذا أو كذا أو كذا. طب واحد أما عدي هنقول له إيه؟ ارجع، لازم ترجع تاني للإيه؟ للميقات، مش طب كمل، هنقول له عليك دم، واضح كده؟ عليك إيه؟ عليك دم، ما تبقاش بقى ايه خلاص بقى يعني الامور سهله ومعدي خلاص كله مقلق، ما ينفعش في كله ايه افعل ولا حرج، كما يعني في بعض النعرات، لا في نعرات بتقول لك كده، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، طالما افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، ايش يكون دين بقى طالما افعل ولا حرج؟ ده كده تشريع تاني بقى، ده دين جديد لا نعرفه. لكن في امور فيها افعل ولا حرج، منين خدناها؟ منين؟ من صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. لكن ما تجيش انت تقول لي ايه افعل ولا حرج من عند نفسك بناء على الايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، لكن ليه ينزل دوت فين؟ في موضعه وفي موطنه، واضح كده؟ نعم. طيب انه ينبغي للمسلم ان يتعلم احكام دينه بسؤال اهل العلم، ولا يعمل عملا الا وهو على بصيرة من حكمه، بل لابد ان انت تكون على بصيرة من امر ايه؟ من أمر الأحكام الشرعية اللي يتوجب عليك معرفتها، وإلا فالأمر على الكفاية، لكن أنت يلزمك بعينك حكم لابد أن أنت تعرفه، وإلا تقع في إثم وتقع في حرج، تقع في إثم وتقع في إيه وترى، وده بحسب الأحوال وحسب الوقائع الإيه التي يعني تسري أو على الإنسان من حين لآخر على حسب ما يناسبه من هذا الأمر. كذلك فيه تقديم السائل عذره فيما خالف فيه الاتباع،
هو مش متعمد المخالفة. خلي بالك من الفرق ده كويس قوي قوي قوي، واضح كده؟ فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فما تجيش تقول ماشي، لكن لا، هو بيقدم العذر بتاعه. عذره إيه؟ أنه لم أشعر، لم أشعر جهلا، أو لم أشعر أنا إيه؟ لم أعلم. فبيقدم اعتذار في غاية الأدب للنبي صلى الله عليه وسلم أني فعلت ذلك عن ذهول أو عن جهل، أو ذهول عن ذهول أو عن إيه؟ أو عن جهل. يبقى إيه؟ ماذا أفعل؟ هل علي شيء؟ هل أتدارك أن أنا لازم أعيد حاجة تانية مثلا عشان أجيب الترتيب، ولا أن أنا يكون علي فدية أو شيء من هذا القبيل، إلى غير إيه؟ إلى غير ذلك. نعم. كذلك الراجح في قوله افعل ولا حرج إجزاء الفعل، إذ لو لم يجزئ لأمره بالإعادة، لأمره بالإيه؟ لأمره بالإعادة. وإحنا قلنا أن الحرج هنا دل على رفع الضيق ورفع الإيه؟ ورفع الإثم، ورفع الإثم. وإلا لو كان كذلك لكان فيه إيه؟ لكان فيه الفدية. نعم. كذلك طلب العلوم الشرعية مطلوب من حيث الجملة، يعني ذا كده فصل كده في هذه المسألة. طلب العلوم الشرعية مطلوب من حيث الإيه؟ من حيث الجملة. ويختلف حكم طالبها باختلاف الحاجة إليها. يعني بنقول إن العلم الشرعي الأصل فيه أنه من فروض الكفاية، من فروض الإيه؟ الكفاية. إذا فعله البعض سقط عن الإيه؟ عن الباقين. واضح كده؟ سقط عن الباقين، ده فرض الإيه؟ فرض الكفاية. وهناك من أهل العلم ذاك جمهور العلماء يقدم فرض العين على فرض الإيه؟ على فرض الكفاية. ليه؟ لأن في فرض العين الشارع ينظر إلى ذات الفاعل، إلى نفس الإيه؟ الفاعل بعينه في امتثاله لأمر الله عز وجل، أنه تلزمه عبادة الله تبارك وتعالى، مش كده؟ لكن في فرض الكفاية ينظر إلى ذات الفعل، ينظر إلى ذات الإيه؟ إلى ذات الفعل. طيب هنا بقى هناك من أهل العلم الإمام الجويني، إمام الحرمين وغيره، يقدم فرض الكفاية على فرض العين. يقول لك لأن القائم على فروض الكفاية يسد مسد الأمة، ده نائب عن الإيه؟ نائب عن الأمة، فيكون أفضل من إيه؟ لأنه أسقط الحرج عن الإيه؟ وأسقط المؤاخذة على الأمة، فيبقى أفضل من فرض الإيه؟ أفضل من الفرض العيني، أفضل من الإيه؟ الفرض العيني. وكلام يعني لأهل العلم في هذه المسألة. فبنقول إن طلب العلم، طلب العلوم الشرعية ده على الإجمال إن ده فرض إيه؟ فرض كفاية. طيب لكن يختلف حكم طالبها باختلاف الحاجة إليها. يعني إذا احتكت يبقى بقى فرض إيه دلوقتي؟ فرض عين، بقى فرض إيه؟ واجب عيني عليك أن أنت لازم تعرف هذه المسألة. فمنها ما طلبه فرض عين، وهو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به. ماشي كده؟ يقول ما لا يتم الواجب إلا به ففعله أو هو إيه؟ هو واجب. الطهارة، طيب دلوقتي عليه ان هو يصلي، هيصلي ازاي من غير ما يعرف احكام الطهاره؟ لازم يعرف احكام ايه؟ احكام الوضوء، ازاي يرفع الحدث، مش كده؟ وازاي يزيل الخبث، ازاي يزيل النجاسه، يعرف ازاي يزيل الحدث الاكبر، مش كده؟ الى غير ذلك من هذه الامور ككيفيه إيه؟ ككيفيه الوضوء. فرض عين ولا مش فرض عين؟ ده فرض عين، لانه مش هيصح منه صلاه الا بذلك. واضح؟ طيب الصلاه علشان يصلي حيقف كده؟ ولذلك حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه لما وجد رجلا يصلي قال صلي فإنك لم تصلي، قال هذه صلاتي منذ 20 سنة، قال من 20 سنة لم تصلي. هل ده له عذر؟ ده له عذر كده؟ ملوش عذر. انت فين من ده كله؟ 20 سنة لا تتعلم الصلاة، طالع بس نازل كده نقرق نقر الديكة زي ما بتلتقط الحب كده من على الأرض، هو ده؟ هو ده؟ يبقى ده يخرجك من الحرج، أنت تعذر بذلك؟ فدي مسائل في غاية الأهمية، دي مسائل في غاية الإيه؟ في غاية الأهمية. نعم. ونحو ذلك مما هي فرائض على الأعيان، زي الصوم، مش كده؟ لازم تعرف أحكام الزكاة، عندك نصاب وكده هتطلع إيه؟ الزكاة، لازم تعرف النصاب، مش كده؟ إيه قدر النصاب وحلول الحول وسقوط إسقاط الديون اللي عليك والأمور دي كلها ومصارف الزكاة، لازم تعرف هذه الأمور. نعم.
وحمل عليه بعضهم حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني الكلام على فرض الإيه؟ على فرض العين. ده أخرجه ابن ماجة وهو حسن بطرقه وشواهده. قال الإمام النووي رحمه الله وهذا الحديث وإن لم يكن ثابتا لكن المعنى صحيح. المعنى إيه؟ المعنى صحيح. ثم إن هذه الأشياء لا يجب طلبها إلا بعد وجوبها، ويجب من ذلك كله ما يتوقف أداء الواجب عليه غالبا دون ما يطرأ نادرا، فإن وقع وجب التعلم حينئذ. فيجب على من أراد البيع أن يتعلم أحكام ما يقدم عليه من المبايعات. إحنا دلوقتي قاعدين، هل يلزمنا كلنا معرفة أحكام البيع والشراء؟ لكن فينا واحد تاجر، يبقى ده اللي يلزمه، يتوجب عليه علشان ما يقعش فيه معاملات محرمة، يقع فيه معاملة ربوية كبيع عينة مثلا أو شيء من هذا القبيل. كذلك الأجناس اللي لونه هو يتاجر فيها، ما يتاجرش في محرم، حرمه الشرع. ما هوش عارف ده ايه مستورد، ده مش عارف ده زيت كذا، ده ممكن يكون ده ايه من حيوان نجس اساسا، حيوانات ايه نجسة، واضح كده الى غير ذلك من هذه. يبقى لابد انه يعرف ايه احكام البيع هذه، ويعرف الاجناس التي يتاجر فيها، يبيع فيها ويشتري فيها الى غير ذلك. حتى هل يعذر بان انا كده يتاجر كده وخلاص؟ لا، ما يعذرش، ولكن يتوجب عليه، ويكون هذا فرض عين عليه. لازم يكون فرض عين عليه ازاي يعرف زكاة امواله، عروض التجارة، لازم يعرف ازاي يزكيها، واضح كده، لازم يعرف، ده فرض عين عليه الى غير ذلك من هذه الامور. كما يجب معرفة ما يحل وما يحرم من المأكول والمشروب، مش هبش بيستورد وخلاص ودخل اكل شرب اي حاجة، لا، لازم يعرف ده ايه اللي يجوز ايه اللي لا يجوز، ايه اللي يحرم وايه اللي هذه والذي يباح، واضح كده. نعم. والملبوس ونحوها مما لا غنى له عنه غالبا، وكذلك احكام عشرة النساء اذا كان له زوجة. واحد دلوقتي يعقد، لازم تبقى عارف يا ابني الاحكام بتاعتك. ولذلك هي خراب البيوت اللي احنا شايفينه ده والكوارث اللي احنا شايفينها هي بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ يعني بدل ما تعمل لي قاعة وتصرف لي 14,000 والكلام اللي الحاجات اللي يعني الله المستعان كذا، يعني مش هتاخد منك ساعة ان انت تعرف ايه اللي يجب عليك في عشرتك لهذه المرأة، وتعرف الزوجة او المرأة ايه اللي يتوجب عليها من حقوق الزوج وكذا وكذا وكذا. مش دوت اولى من ال 14,000 اللي ضيعتهم كده في فيما تسأل عنه بين يدي الله عز وجل، من أين اكتسبت وفيما أنفقت، وبعدها شهر ولا اثنين ولا ثلاثة بقى لما تروح المش عارف إيه يجي يدور على مين؟ يجي يدور على شيخ، إيه يا شيخ والله ده حصل كذا وكذا وكانت الدنيا نرفزتني فقمت قايل لها كذا، مش كده؟ وطيب أطلقتها وهي حائض، يقع ويبتدي بقى يشتغل بقى خد من ده بقى ايه كتير في هذه الامور. فدي امور واقع ولا مش واقع ناحيه؟ واقع ناحيه. وايه، شوف بقى الكوارث اللي موجوده قد ايه، كوارث موجوده، واضح. ولو هددها بالطلاق بركه يا جامع ناجت منك انت، يعني نصح التعبير، يعني ده انا مستنيها منك لو نزلت تبقى طالق، لو بس كده انا طالقني، يعني حتى شوف بقت فيه جرأة، المشكلة يعني ايه المشكلة دلوقتي هنزل خلاص، ايه المشكلة، جرأة. ولذلك ما نيجي نسأل بقى عن أسباب الضنك، ما لازم تفتش في نفسك انت ضيعت ايه وفرطت في ايه، مش كده؟ ولذلك العجب في الأمة دلوقتي ان تجدنا ما بندورش على الطاعة، يعني احنا لا نتنافس في الطاعات، مش كده؟ يعني في امر الطاعه وفي امر العباده دائما ابدا تنظر للي افضل منك، في امر الدنيا تنظر للي اقل منك، ماشي. النهارده العجيب فينا ان احنا بندور على التبارز في السيئات، يقيس نفسه بايه بقى؟ طب والله ده انا كويس، طب بص فلان بيعمل ايه، ده انا يا دوب بس، ها، مش كده؟ ما هذا،
هو انت بتبص بس لذنبك ان ده ذنبه اكبر من ذنبك؟ هو ده المقياس اللي عندك؟ انظر على من تجرأت، على من تجرأت. انت عصيت مين؟ انت عصيت مين؟ ذنبك ده هتكت به حرمات من؟ هي دي القضية. فبقينا دلوقتي بنقيس بعضنا بإيه؟ إلا من رحم ربي. بمسألة الإيه بقى؟ ده فلان بص بيعمل، طب والله ده أنا أفضل من فلان، ده بيعمل كوارث، أنا يدوب بس كده، أنا يدوب بس كده حاجات خفيفة يعني ما تعدش يعني. ما هو الخفيف للخفيف 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 يعمل إيه على القلب؟ خلاص يجي جران، انتهت المسألة. مش كده؟ نكتة 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 جنب نكتة جنب نكتة، سوداء سوداء سوداء. وبعدين بقى القلب ايه؟ مات القلب، مات القلب، خلصت خلصت. ايه ده؟ فالأمة محتاجة انها تراجع. وبعد كده ايه نسأل احنا فين؟ تبقى معاصي، مبارزة لله تبارك وتعالى بهذه المعاصي، مجاهرة بالمعاصي ومحادثة بالمعاصي صباح مساء وإعلام وكذا وكذا. بل مش كده وبس، تهكم على شرع الله عز وجل، الكتاب والسنة والعلماء إلى غير ذلك من هذه الأمور. وبعد كل دوت أن هذا، أن هذا، يبقى هو ده السؤال، أن هذا إيه ده؟ فمحتاجين، محتاجين مراجعة، محتاجين مراجعة. واضح كده؟ قل هو من عندي. طيب، وكذلك أحكام عشرة النساء إن كان له زوجة، ثم إذا كان الواجب على الفور كان تعلم الكيفية على الفور، يعني حكم الطهارة مش كده؟ يبقى يجب على الإيه؟ يجب على الفور. واحد عليه جنابة، يبقى أحكام الجنابة إيه؟ على الفور، ده خلاص عشان يزيل الإيه؟ يرفع الحدث. كويس. طيب تعلم أحكام الطهارة بالنسبة للنساء، إذا حاضت وجب عليها أنها تعرف الإيه؟ تعرف الحيضة، اقبلها وإدبرها مش كده؟ وإيه اللي يتوجب عليها في أثناء الحيض؟ إيه اللي يباح لها في أثناء الحيض؟ إيه اللي الذي يحرم عليها في وجود الدورة؟ إذا أدبرت الدورة إزاي ترفع هذا الحدث؟ إزاي تتطهر تغتسل من الحيض؟ واضح كده؟ دي كلها أحكام، دي كلها أحكام، دي وجوبها على الإيه بقى؟ على الفور، مش هيجي فيها على التراخي. واضح كده؟ وهكذا. يبقى في احكام ممكن نتراخى فيها، يعني واحد لسه ربنا يكرمه بيعمل عايز يحج لكن ما عندوش الاستطاعه، هل يلزم انه يعرف الاحكام؟ ان عرفها مش، لكن يلزم يتوجب، يتوجب. امتى يتوجب؟ لما خلاص بقى دلوقتي ربنا اكرمه عنده الاستطاعه وخلاص مش فاضل له غير الايه؟ السفر. يبقى يتوجب عليه ان هو ايه؟ يعرف هذه الأحكام. واضح كده؟ يعرف أحكام المناسك وإيه اللي يجوز له فعله، وإمتى التحلل الأول، إمتى التحلل الأكبر، إلى غير ذلك من هذه الأمور. لازم يعرف الأحكام مش كده؟ يبقى في واجب ممكن يبقى على الفور، وممكن يبقى يكون واجب بس على الإيه؟ على التراخي. إمتى على التراخي؟ عندما يحين إيه؟ موعده أو حلوله. يبقى عندئذ صار واجبا عينيا مش كده؟ صار واجبا إيه؟ واجبا عينيا إلى غير ذلك. نعم. ثم إذا كان الواجب على الفور كان تعلم الكيفية على الفور، وإن كان على التراخي كالحج فعلى التراخي عند من يقول بذلك. ده آخر الفوائد اللي معانا، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.